جلسة تشريعية بدأت الثلاثاء بالعديد من نقاط النظام، كان أبرزها من النائب عبد الكريم الدغمي. أود أن أستنكر البلطجة والزعرنة التي يقوم بها الملحق التجاري في السفارة الأمريكية في عمان، والذي كما علمنا قام بالاجتماع مع تجار وصناعيين أردنيين وقام بالتنبيه عليهم بلغة لا نحتملها ولا نقبلها وتخالف كافة الأعراف الدبلوماسية، قام بالتنبيه بالامتناع عن القيام بأي عمل تجاري مع سوريا الشقيقة. تفضلت فيه من بلطجة وزعرنا وكذا، هذه تحذف من محضر هذه الجلسة. كما أحال النواب ثلاثة مشاريع قانونية إلى اللجان، حيث أحيل مشروع القانون المعدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية، ومشروع القانون المعدل لقانون الجمارك، ومشروع القانون المعدل أيضا لقانون تشكيل المحاكم النظامية إلى اللجنة القانونية النيابية. وأقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2017. أقترح استبدال كلمة فضلة بنطفة، فهي الأصح والأدق فنيا، وهذا يتعامل معها والأحكام المحاكم درجت على التمييز بين الفضلة والنطفة. ممكن نستملك المدرسة وينتج عنها نطفة، ممكن نستملك لطريق وينتج عنها فضلة، فما في ضرر إنه نضيف فضلة ونطفة. إحنا القصد إنه إذا مش صالحة استبدال كلمة الفضلة بنطفة، لا فضلة أو نطفة. مجلس التنظيم الأعلى واللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع الملكية أي أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح أو لإنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض، على أن تزيد هذه المساحة عن 25%. قرارات محكمة التمييز استقرت على أنه إنشاء الحدائق لا تخضع إلى الربع القانوني، ويجب تعويض من انتزعت أرضه أو عقاره عن كامل القطاع. كل قرارات محكمة التمييز وهيئة عامة وأصبحت هي جزء من القانون، وبالتالي هذا مستقر عليه الرأي في الدولة الأردنية منذ تأسيس. ورفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراون الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.